بهالفيديو رح أعلمكم كيف تطلعوا سلاح الماب الثاني بماب Dead of the Night الكريسبو بالغرفة السرية الخاصة فيه، والسلاح بيدبح أي غول بطلقة واحدة بس، وعدد الأمو فيه جدا جدا رهيب. فإيه خلنا نبدأ. الأشياء اللي تحتاج تسويها عشان تطلع هالسلاح هو إنك تبني الشيلد وإنك تفتح التطوير أو الباك بانش. إذا ما بتعرف في رابط بالوصف بيعلمك كيف. أوكي، أول خطوة لازم تعطي نايف لست شمعات بالماب. انتم شايفين الشمعة الأولى يسار التمثال بالضبط، بعدين الشمعة اللي بعدها على يمين التخت روح عندها وعطيها نايف. نوعا ما مقلشين، انتم شايفين قاعد أعطيهم سكين سكينين ما قاعدين يطفوا، فخلك حاول يمين يسار هيك وعطيها سكين حتى تطفي معاك الشمعة. هذا نوعا ما جلتش أظن بضبطوه بابديت. فانتم شايفين الشمعة الثانية كانت على يمين التخت، بعدين من نفس الطريقة اللي انا قاعد امشي فيه تعال لغرفة الموسيقى او الميوزك روم، هتلاقي عندك الشمعة كمان مرة ثانية اعطيها سكين. اوكي هاي ثلاث اماكن، الثلاث اماكن الثانية مثل ما برجيكم من النص روح هون على اليسار لعند الايست هولوي، راح تلاقي عندك الطاولة هاي عليها شمعة اعطيها نايف واحد. بعدين عبورجيكم الاماكن يعني كيف امشي لها، ما عم سوي كات او اني اقص اي شيء مشان ما تضيعوا. فالمكان يلي بعده راح يكون تحت عند منطقة الخمور، راح تلاقي عندك هالنايف. هذا جدا عذبني عبين ما تسكرت معي، فانتم شايفين نايف نايفين ثلاثة اربعة ما كان قاعد تطفي معي، بس اخر شيء سكرت. وبعدين من نفس المكان روحوا باتجاه المكتبة، فوق المكتبة راح تلاقي عندك الشمعة الأخيرة. فهمتوا شايفين هلأ وصلنا المكتبة، بعدين نطلع الدرج لفوق وهتلاقيها عندك على الطاولة، هاي هي الشمعة. أعطيها نايف 60 نايف عبين ما تسكر، وبعدين بس تسكر هيك بنكون خلصنا من الخطوة الأولى. فيلا خلصينا، شو رايك تسكري؟ اوكي سكرت. طيب بعد هيك مثل قلت لكم لازم نكون فاتحين الباك بانش او التطوير. لو فاتحين الباك بانش او التطوير تعالوا على منطقه التطوير مثل قلت لكم، اذا ما بتعرف في فيديو بالوصف بيعلمك كيف. تعال على منطقه التطوير روح على اليمين، اخر شيء على اليمين مثل ما شايفين هلا، وراح تلاقوا في عندكم صخره، هتلاقوا في عندكم هيك صخره نوعا ما شكلها غريب. فالمهم هالصخره تعال اضغط عليها مربع وراح يجي على شاشتك هالشيء لونه احمر. الشيء هذا لونه احمر راح يضل موجود على شاشتك تقريبا مده دقيقتين ونص. فاللي عليك تسويه انك تدور على شبح، هالشبح ما فينك تلاقيه الا اذا كانت شاشتك حمراء. فالمهم حاليا معروف ثلاث اماكن للشبح، اول مكان بغرفه البلياردو مثل ما شايفين هون ما لقيتها عندي، ثاني مكان بالسموكينج روم ما ورجيتها بهالفيديو بس موجوده بالسموكينج روم، والمكان الاخير اللي لقيته انا عندي هو بغرفه الطعام مثل ما شايفين هلا بالدايننج روم. فاللي عليك تسويه انك تلحق الشبح بكل بساطه، مثل ما قلت لكم غرفه البلياردو فوق ما موجوده بالسموكينج روم، مو ملحط المكان بالفيديو، والمكان الاخير اللي انا ورجيته موجود حاليا قدامكم. اذا ضافوا اي اماكن جديده او اكتشفوا اي اماكن جديده راح اكتبها بوصف الفيديو، بس حاليا مكتشفين ثلاث اماكن راح تلاقي فيها الشبح. فالمهم تلاقي الشبح وتضل تلحق الشبح، الشبح لازم تلحقها، لو ما مشيت وراها راح توقف. فانتم شايفين هلا طلعت لفوق جيت لعندها وكملت مشي. يلي اذا كنتوا فاتحين الباك بانش راح تعرفوا الخطوه، في خطوه من خطوات الباك بانش لازم تضلوا تمشوا ورا شبح وتلحقوا. فالمهم نفس الشبح من نفس شبح خطوات التطوير، ضل امشي وراها امشي وراها لحديت ما توصل لعند المقبره. الحين الشيء الاحمر هذا راح يضل عندك مده دقيقتين ونص، فصعب انك توصل للمكان اللي بدك اياه وما يروح منك الشيء الاحمر. انتم شايفين هون جدا كنت قريب، خلاص باقي بس خطوتين وتوصل راح اختفى مني الشيء الاحمر. فاللي لازم اسويه حاليا اني اعدي الراوند اللي بعده، اجي عند منطقه الباك بانش اضغط مربع وبعدين راح الاقي الشبح موجوده بنفس المكان اللي خليته فيه اخر مره. فاروح عند المقبره وبعدين انتم شايفين اجيت لهون لقيت شبح موجوده وبس اوديها لعند البيرك لعند منطقه البيرك. مش شايفين هون انا وصلت لهالمنطقه وخلاص صار الامور تمام، بس ما ورجيتكم وين طلعت بالضبط لانه انحشرت واستعملت انا وير بتير. بس انتم شايفين اختفى الشيء الاحمر من شاشتي بشكل جدا سريع، المفروض يضل دقيقتين ثلاث دقائق بس اختفى، معناته انه الشبح وصلت بمكانها الصحيح. مجرد ما الشبح وصلت لمكانها الصحيح راح تلاقي انه الشبح دخلت جوا زومبي، دخلت جوا زومبي وهذا الزومبي صار لونه ابيض او طالع قاعد يطلع منه مثل نار لونها زرقاء. فاللي عليك تسويه انك لازم تقتل الزومبي، كل زومبي من هالزومبيات لازم تقتله باربع طرق غير بعض. اول طريقه تقتله بسلاح عادي، انا من شوي طلع زومبي ازرق ودبحته بسلاح عادي وبعدين شفت انه الشبح وقفت فوقه وفي ساعه مثل ما شايفين، اروح اضغط عليها مربع
وحاليا صار عندي قطعة من الثلاثة. هلا الشبح راح تلبس الزومبي الثاني ولازم يقتل الزومبي بطريقة غير السلاح العادي. باقي الطرق لازم تكون يا اما بالشيلد يا اما بقنبلة النار يا اما بالسبيشالست. فهمتوا شايفين هلا دبحته بالشيلد وفعلا الشبح وقفت وطلعت لي قطعة تحت الشبح. طبعا الترتيب يختلف من جيم لجيم، دائما اول مرة السلاح، بس ثاني مرة انا عندي كانت الشيلد، وثالث مرة قنبلة النار، والرابعة السبيشالست. انت عندك يمكن يكون ثاني مرة السبيشالست، فانت كيف تعرف اذا عندك غير؟ اذا دبحت مثلي ثاني مرة بالشيلد ولقيت انه ما في قطعة، معناته انت المرة او المحاولة الثانية عندك مو شيلد، يا النار يا السبيشالست. فهمتوا شايفين هلا انا عندي كان اخر مرة السبيشالست قتلته واخذت القطعة الاخيرة، بعدين جوا عند الفخ رح لاقي انه صار في ثلاث دوائر اربع دوائر لونها ابيض حوالين البيرث، فاروح اضغط عليهم مربع رح يصير لون الدوائر بالازرق. لازم ادبح عدد معين من الغول جوا هالدوائر رح تصير المنطقة كلها لونها ازرق. بس تصير المنطقة كلها لونها ازرق تعال على القبر اللي شايفينه قدامكم هون تحت، انزل رح تنفتح لك منطقة جديدة خرافية تحت الماب، فعليك تسوي تروح وتاخذ الكريسبو. الكريسبو اكيد له تطوير لانه نوعا ما ضعيف مو جدا قوي، بس الشيء الكويس اللي فيه انه يذبح الغولز بطلقة واحدة بس وفيه فوق 100 طلقة، فهذا الشيء جدا جدا كويس. بس اظن له تطوير، ولو تم اكتشاف اي تطوير له راح اسوي شرح بالقناة. فيا شباب اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تنعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت شو رايكم بالسلاح، وبس كان معكم شركيال بشركة كيشكم ديها التانية ان شاء الله، مع السلامة.